طز الفرق الوطنيه محاوله لفائده فريق الرجاء. بابا توندي هذا ربح لفريق الرجاء، هذا اللاعب القادم من نيجيريا، محاوله لفريق الرجاء. هدف اول، الواصلي يهز الشباك، هدف اول لفريق الرجاء في بانيت تكونوا في مدرسه فريق الرجاء، والان يعطي الدليل على انه في مستوى اللعب لفريق الرجاء بطريقه ممتازه. بن حليب يهز الشباك ويسجل الهدف الاول لفائده فريق الرجاء. هذا كان رد فعله، كانت رساله يعني رساله بمثابه جواب لفريق الرجاء على هجمات فريق المغرب التطواني. يعني مباراه متحركه، ننتظر شيء الكثير من هذا اللقاء. وبن حليب كما قلت يهز الشباك